السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله بعد عملية الفورمات قد تحتاج إلى التعريفات. كيف يمكنك الحصول على هذه التعريفات؟ هذا ما سوف نقوم بشرحه فيه إن شاء الله في هذه الحلقة، فتابع معي الشرح. سوف نذهب إلى ديماري ثم نختار هنا Device Manager بهذا الشكل. لاحظوا معي هنا لدي مجموعة من التعريفات التي كما قلنا مفقودة أو يحتاجها الحاسوب الخاص بنا. هذا بالنسبة لديفايس مانجر. سوف نذهب الآن إلى الديسكتوب، نقوم بالنقر على ضغطة الزر الأيمن ثم نختار. سوف نذهب مرة أخرى إلى ديفايس مانجر بالنقر على ديماري ثم نختار ديفايس مانجر بهذا الشكل، ثم نذهب إلى هذا التعريف. دائما ما التعريفات التي تكون ناقصة في الجهاز الخاص بك تجد عليها هذه علامة التعجب الصفراء. هنا سوف نقوم بالنقر عليه بضغطة الزر الأيمن. سوف تختار هنا الدرايفر المفقود، تقوم بالضغط عليه بضغطة الزر الأيمن ثم تختار Properties مرة أخرى، ثم تذهب إلى Delete، ثم بعد ذلك تختار Hardware ID، ثم تقوم بتحميل الأول. بعد ذلك تذهب مباشرة إلى الموقع كما العادة. نفس الشيء سوف تقوم بتطبيقه، ننقر على Find، جيد تم العثور عليه. نختار هنا السيستم الخاص بالجهاز الخاص بنا، وبعد ذلك نقوم بتحميل مرة أخرى. جيد، بعد ذلك نقوم بوضعه مرة أخرى على الديسكتوب، ثم ننتظر ريثما يتم الانتهاء من عملية التحميل. كذلك هناك طريقة أخرى للحصول على التعريفات سوف أشرحها أيضا، الخاصة ب الأشبي. تم تحميل التعريف الأول، سوف نقوم بفك الضغط عليه بالنقر على الإكسترا في شيء بالنقر ضغط الزر الأيمن. بعدما تم تحميل التعريف نذهب مباشرة إلى ديفايس مانجر، لأن هذا التعريف خاص بديفايس مانجر. ثم بعد ذلك نقوم بالنقر مرة أخرى على أوبديت درايفر سوفتوير، ثم نذهب إلى الخيار الثاني، ثم نقوم بعملية البحث. نذهب إلى الديسكتوب من خلال النقر على PC ثم ديسكتوب، ثم نختار هذا الخيار الذي قمنا بتحميله أو الدرايفر الذي قمنا بتحميله، نقوم بالنقر على OK ثم Next، ثم ننتظر لما يتم التعرف عليه. ولاحظوا معي هنا بعد النقر على Close، لاحظوا معي هنا تم العثور عليه بكل سهولة، وكما تلاحظون الآن تم نفس الشيء. سوف نقوم بتطبيقه على جميع هذه أنواع الدرايفر كما قلنا، حتى نحصل على كما قلنا التعريفات الناقصة على الجهاز الخاص بنا. نضيف الدرايفر الخاص بالجهاز الخاص بنا، نذهب إلى السيستم، نختار BT64 نوعية الجهاز الخاص بك أو الويندوز المثبت على الجهاز الخاص بك، ثم نقوم بتحميل التعريف. جيد، تم تحميل التعريف. نقوم بالنقر عليه بضغطة زر الأيمن ثم نختار إكسترا فيشي، ثم بعد ذلك سوف نقوم بفتحه كما تلاحظون. الآن نذهب إلى كما قلنا ديفايس مانجر، ثم نختار أوبديت درايفر سوفتوير، ثم نختار اختيار ثاني الذي هو بروس ماي كمبيوتر فور درايفر سوفتوير، ثم نختار ديسكتوب مرة أخرى، نختار This is PC، ثم نختار ديسكتوب، ثم نختار التعريف الذي قمنا بتحميله Next، ثم بعد ذلك Close، وبعد ذلك يكون قد قمنا بالحصول على التعريف مرة أخرى. كذلك نفس الشيء ينطبق على هذا التعريف الآخر، نفس الخطوات يمكنك أن تقوم أن تطبقها بالشكل الذي قمت به أنا شخصيا. نضع عملية البحث مرة أخرى، نعطيه BT64 ويندوز 8.1، ثم نحمل هذا فقد تم تحميله من قبل. جيد، ذلك كذلك سوف نقوم باختيار نوعية الويندوز.
بعد ذلك بعد التحميل نذهب إلى أبديت درايفر سوفتوير مرة أخرى، نختار من كما قلنا من ديسكتوب أوكي ثم نيكست ثم كلاود، وبذلك نكون قد قمنا بالتعرف على نوعية الدرايفر. كذلك بالنسبة لهذا التعريف الآخر نختار نفس. إذا وجدت أي تعريف هنا من هذه التعريفات الموجودة لديك تحتاج إلى عملية التحديث، يمكنك أن تقوم بأن تطبق نفس الطريقة، تقوم بالبحث في هذه الأشياء. إذا وجدت إحدى هذه الأشياء التي فيها علامة أو علامة استفهام صفراء فاعلم أنه يحتاج إلى تعريف. كما قلت إخواني الكرام، هذه هي الطريقة للحصول على التعريفات الناقصة للجهاز. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.